خير عليكم. اولا احب اشكر استاذ رضا على الدعوه الكريمه دي، وعلى واشكر المهندس محمد عبد المنعم لترحيبه بينا. وانا بوجه لك شكر خاص يا استاذ رضا على المقدمه الظريفه دي، مش عارفه انا لحقت عملت كل ده امتى. الحقيقه انا وافقت ان انا اجي طمع مني ان انا اسمع محاضره من الدكتوره هند وتاريخ النوبه. هحكي لكم قصتي مع النوبه بسرعه كده في كلمتين. بحكم ان انا طبيبه تشخيص اورام اللي هي الباثولوجيا، وبيدخل فيها جزء اللي هو الباثولوجيا او تشخيص الاورام، او بمعنى اصح تشخيص الامراض، بيدخل فيها الامراض البيئيه. وبعدين عملنا على احدث بحث في تاريخ مصر، ودخلنا مع الدكتور محمود محفوظ الابحاث على مستوى الخلايا، وده كان اول نوع من الابحاث دي تدخل مصر الحقيقه، وعملنا شغل كويس قوي على المستوى العالمي، والرساله دي دخلت على اكبر سايتس طبي في امريكا. من هنا حصل اتصال من علماء كبار قوي قوي واخدين منحه كبيره جدا من امريكا، وجم يعملوا ابحاث هنا وطلبوني انا بالاسم اللي انا اشتغل معاهم بحكم بحثي وشغلي. والحقيقه انا اتفاجئت مفاجاه غريبه جدا ان هم عايزين يعملوا البحث ده عن اهل النوبه وفي الصحراء الغربيه، والبحث ده قعد 4 سنين. مش عارفه اخضكم، البحث كان له ابعاد كبيره جدا 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 جدا. هخطفكم كده حته صغيره. زي ما الدكتوره هند ورتنا ازاي كان في صراع على القوه او على المنصب او على العرش او على قياده الدوله، واضح قوي ان البني ادم بيمارس النشاط الانساني السياسي من قديم الازل، يعني من قبل ما احنا كبني ادمين نكتشف كعلم. فواضح ان السياسه اتطورت، يعني ابتدينا بالعرش وابتدينا بالوريث، وشويه دخلنا على مين الاقوى قوه عسكريه، وشويه في القرن ال 19 تهيألي، انا مش مذاكره ادبي قوي، بس يعني الثوره الصناعيه، وبعد كده الحرب الاولى والحرب الثانيه، وحصل التحديث والتمدن، وبعدين دخلنا دلوقتي يعني احنا في القرن ال 21. اللي يملك القوة هو اللي يملك المعلومة، والمعلومة تساوي القوة، والمعرفة هي القوة. لا بقى في مين الغني، ولا بقى في قوة عسكرية، ولا بقى في قوة اقتصادية، بقت قوة علمية. قوة علمية هنا بتتركز، الابحاث وصلت ان احنا من 2003 كان في اكبر مشروع على مستوى البشريه اللي هو فك الماده الوراثيه للانسان. مفيش حاجه حصلت بعد الموضوع ده، يعني احنا لغايه دلوقتي العلماء في العالم كله بيشتغل على الموضوع ده. طبعا من خلال العلم ده اللي هو الجينات او الخلايا، الواحد عارف حاجات كتير جدا. كل الشعوب مخلطه، حتى احنا هنا في مصر، حتى انا القاهره. اهم معلومه وصلت لي ان الشعب النوبي، وده ياكد المعلومات التاريخيه اللي انا تفضلت وقالتها، يعتبر انقى، وهقول تاني انقى مادة وراثية في العالم. عشان كده لما جه المشروع ده الأمريكاني، وده كان أكبر مشروع يدخل مصر بجهات غير رسمية، وكان موضوع كبير جدا، بس احنا عرفنا ازاي نوقفه. يعني احنا قعدنا نشتغل على الموضوع ده 4 سنين ووقفناه.
اتعلمنا حاجات كتير جدا، بس في نفس الوقت اتعلمنا ان احنا في حاجات كتير قوي ما نعرفهاش عن نفسنا ولا عن اصلنا ولا نتميز بايه او ضعف ايه او ينفع نعمل ايه او ما نعملش ايه او الامراض بتاعتنا ايه او هيجي مننا ايه. يعني على الاقل لازم نبتدي نقرا ونتعلم ونعرف أهمية العلم ده، لأن ده أمن قومي، وهو ده اللي أنا اتكلمت فيه في تأسيسية الإخوان وطلبت بيه في تأسيسية 2014، إن احنا نمنع أبحاث علمية تدخل مصر بدون رقابة، نمنع أو نوقف بمواد دستورية أنا حطيتها بممارسة أي شيء طبي على الشعب بدون موافقته. انا مش هعيش طول حياتي اخد اوامر من ناس بره. هم متقدمين، ممكن تكون دول كبرى وبتقود العالم، ارفع لهم شابوه، اشتغلوا على نفسهم حلو قوي، عقبالنا. بيعرفوا اكتر مني ومتعلمين و و و و، بس على الاقل لو انا مش قادر ابقى زيهم على الاقل اعرف احافظ على نفسي. يعني مش عارفة الموضوع ده ممكن نشتغل عليه ازاي. انا شايفة ان الموضوع ده يعني مهم 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 للغاية، ليكم وللبلد ولينا. انا مش شايفة ان انتوا يعني لما دخلت السياسة وبيقولوا اقليات، انا مش شايفة ان انتوا اقليات، انتوا اصحاب البلد. يعني إذا كان أكبر دكتور بتاع جينات دكتور ويليامز كتابه 950 صفحة اللي عايز يقراه بيقول إن أنتوا أقدم دي إن إيه في تاريخ البشرية، طب فاضل إيه أكتر من كده؟ ده شاهد من أهلها. فده أنا عايزة أقول لكم قد إيه إحنا متأخرين، قد إيه إحنا يعني مش عايزة أقول كلمة بايخة، إحنا مش دريانين العالم بره بيفكر إزاي. عايزة أقول لكم إن الكلام المنحة دي اللي حصلت اللي صدفتنا هنا دي من 2004-2008، ده مش امبارح. الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده من زمان قوي 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 قوي، ده بقى قديم دلوقتي اللي أنا بقوله ده، قديم جدا. عارفين يعني ايه قديم جدا؟ يعني احنا مش عارفين دلوقتي هما بيعملوا ايه، ودي بقى في حد ذاتها كارثه تانيه. فانا الحقيقه لما اشتغلت في السياسه حزنت قوي ان احنا لسه قاعدين بنتكلم في بديهيات، ويمكن في بعض الناس سمعوني وانا بتكلم مع نقيب المحاميين سامح عاشور وبعنيكم في الحكايه دي في لجنه الاستماع بتاعتكم، قلت له عيب ان احنا قاعدين نتكلم في كلام فاضي وسايبين البديهيات. الناس دي لازم ترجع ارضها وترجع مكانها، لان ده امن قومي في كذا حاجه. اولا كل بني ادم ربنا حطه في مكان لغرض ما. سوري مش هاجي انا زيكم بني ادم وعدل على ربنا سبحانه الله وتعالى، انا اعرف ايه جنب اللي هو يعرفه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا كان حصل بعض الأخطاء السياسية أو القرارات العجيبة في الفترة اللي فاتت، أنا شايفة إن لازم يحصل تعاون وتفاوض وكلام وما تزهقوش، لأن أنا عارفة كويس قوي إن في توقيع جامد قوي بين أي حكومة وبينكم في خصوص الموضوع بتاعكم. انا مش عايزاكم تزهقوا، انا معاكم، انا ما اقدر يعني انا ما بقدرش اوعد حد حاجه، بس انا مش عايزاكم انتوا تزهقوا. انا عارفه ان البلد عندها مشاكل كتير، وعارفه ان انتوا نفسكم زهقتوا من الموضوع وحاسين ان محدش بيفهم، بس صدقوني لما احنا مرينا، لما مصر مرت بمشكله بالموضوع اللي انا حكيت لكم عليه ده، كان على اعلى السلطات. احنا وقفنا المشروع ده على أعلى السلطات،
البلد او الـ او الـ الاداره لو كانت عايزه تضر حد كانت سرت حاجه زي كده تتعمل. بس انا بقول لكم وانا عارفه، انا اتمنى ان انتوا تكونوا بتصدقوني وبتثقوا في كلامي، فعلا وعملوا اقصى ما عندهم وفعلا الموضوع ده وقف ووقفناه يعني باعجوبه. انا ما بقولش حاجه غير ان ربنا واقف جنبنا عشان بس ربنا عالم بظروفنا يعني.